السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدي سؤالاً yang pertama اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرس لكم فأتوا حرسكم ان شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين سؤالاً يا كرواه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءتهم رسلنا حتى إذا جاءوك يجادلونك حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أساطير الأولين إلا, إِلَّا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وليكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن من الذين كفروا يغلبوا ألفا من الذين كفروا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن وإن يكن منكم ألف يغلبوا الفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسرا حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وال والله عزيز حكيم صدق الله العظيم